لم تعد الحروب التقليدية الطريقة الوحيدة لرسم خارطة النفوذ بين الدول، بل أضحى سلاح المياه من الأسلحة الأبرز في هذا المضمار، حتى بات شبح نقص المياه في الشرق الأوسط لهيباً قد يشعل المنطقة بأسرها. ومن أبرز تلك الأزمات ما تعيشه بلاد الرافدين من جفاف بسبب التصرفات الأحادية من تركيا وإيران، حيث أقامت تركيا سدوداً على نهر دجلة الذي يصب في العراق ويسير أكثر من 75% منه داخل العراق. أبرز تلك السدود سد أليسو الذي أدى إلى انخفاض منسوب نهر دجلة إلى النصف، ولم ينجو نهر الفرات النابع من تركيا أيضاً من تلك السدود، فكان سد أتاتورك الكبير، بالإضافة إلى أن الجانب التركي أوقف إمدادات الفرات المائية بشكل أكبر عام 2020، ما اعتبره الجانب السوري انتهاكاً لاتفاقية عام 1987 الموقعة بين سوريا وتركيا حول حصة دمشق من مياه الفرات. وانخفض منسوب مياه الروافد الوافدة من إيران لنهر ديالا ونهر سروان، ما أثر في الطاقة التخزينية لسدي حمرين وبدر دخان، ما قد يؤدي إلى مخاوف من عدم القدرة على تأمين مياه الشرب لمحافظة ديالا العراقية بالكامل بسبب قلة المياه. أما الأردن فيواجه هو الآخر أزمة مياه حقيقية من خلال بناء إسرائيل السدود على نهر الأردن، الأمر الذي قلل من حصص عمان المائية بذريعة موجات الجفاف المتعاقبة على النهر وبحيرة طبرية، بالإضافة إلى ضخ 25 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن إلى إسرائيل وفق اتفاقية السلام. وهناك أزمة ليست أقل شأناً في هذا الخصوص، وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث تواجه كل من مصر والسودان مخاطر نقص المياه جراء بناء السد الذي يحتاج إلى 74 مليار متر مكعب لملئه. هذا الأمر أثار مخاوف القاهرة والخرطوم من التأثير على حصتهما من مياه النيل، إضافة إلى عدم وجود اتفاق ملزم لدولة المنبع التي ستتحكم بالتأكيد بمصير المياه لتشكل نفوذاً جيوسياسياً لا يقل تأثيراً عن الحرب التقليدية.